لعبة روكيت ليج اللي هتصير مجانية يوم 23 سبتمبر، كلياتنا عرفنا هذا الموضوع. طب شو موضوع الجوائز اللي حكيت عليها انت بالفيديو السابق يا نعيم؟ موضوع الجوائز يا شباب هلا حكيت عليه شركة فورتنايت بشكل رسمي، ونزلت الجوائز ونزلت التحديات. هلا رح يكون التحديات والجوائز ان شاء الله يوم 27 سبتمبر بعد الحفل الخاص بالدي جي سلاشي اللي ظاهر امامكم. رح يكون في حفل بعد منه مباشرة رح يكون التحديات. هلا حشرح لكم كل شيء بالنسبة للتحديات وشلون تقدر تاخذهم وشلون تحصل التحديات، شو هن التحديات وكل شيء رح اشرح لك بالنسبة للتحديات بين فورتنايت وروكيت ليج. فقبل ما بلش المقطع تبعي بنحكي عن التحديات والقصص، بتمنى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس وتحط لايك وتكتب كومنت حلو برايك، انه رايك بيهمني جدا. كود دعم بالاتم شوب نيمو 9 لو حابب تدعمني نوصل ل 20,000. يا ريت تشترك بالقناه وتفعل سر الجرس ليوصلك كل جديد. فهلا والله بسكان الطاوله الارضيه وفيديو جديد. اول شيء خلينا نحكي عن دي جي وعن اللعبه مع بعض، انه شو دخل الاثنين مع بعض، ليش رابطينه. موضوع اللعبة يا شباب رح تكون يوم 23 سبتمبر بعد تسجيل هذا المقطع بيوم وتنزيله ان شاء الله، رح تكون مجانية على البلاي ستيشن والاكس بوكس والنينتندو والبي سي، كل المنصات رح تكون اللعبة مجانية. ومشان البي سي من وين رح تنزل اللعبة؟ رح تنزلها من ايبك جيمز المشغل تبع فورتنايت. طيب شو موضوع الدي جي يا نيمو؟ شو دخل هاد بهاد؟ موضوع الدي جي يا شباب بكل اختصار، الدي جي ان شاء الله رح يجي الساعة 12 صباحا، يعني الساعة 12 بعد منتصف الليل يوم 27 سبتمبر، رح يكون معنا حفل جديد لدي جي سليشي. بعد ما يجي هذا الحفل ان شاء الله يوم 27 سبتمبر الساعة 12 بالليل بعد منتصف الليل، لح يكون هذا الحفل يا شباب مجرد ما هو ينزل يحنزل بعد منه مباشرة التحديات على لعبة روكيت ليج. شو دخل هذا الموضوع بهذا الموضوع؟ لانه لعبة روكيت ليج والدي جي ستيشي في تعاون كان بيناتهم، وهو بحب هاي اللعبة ومدري شو صاير بيناتهم، فمشان هيك ربطوا مع بعض كل شيء. وهلا شو موضوع لعبة روكيت ليج يا شباب؟ موضوع لعبة روكيت ليج لح تنزل طور جديد باسم اللاماراما، لح ينزل ان شاء الله يوم 26 سبتمبر ليوم 12 اكتوبر، يعني بنفس وقت حفلة دي جي سلاشي. هذا المود رح يكون عبارة عن اسم طولر لاماراما، رح يكون موجود داخل لعبة روكيت ليج. هذا المود هو اللي رح يعطيك كل شيء جوائز. هلا انا رح اورجيكم شو الجوائز وشو المكافآت. بالنسبة للجوائز يا شباب اللي ظاهرة امامكم الصورة، رح يكون في سكنين للصورة، ورح يكون في لوجو، ورح يكون في ايموجي، ورح يكون في نزة خاصة بالباص انت ونازل يعني تبع الهواء، ورح يكون في نغمة خاصة بلعبة فورتنايت. يعني ثلاث جوائز بفورتنايت وثلاث جوائز بروكيت ليج مثل ما واضح امامكم بالصورة، الثلاثة على اليمين اللي هن لفورتنايت وثلاثة على الشمال اللي هن لعبة روكيت ليج. وقالوا لك على الموقع الرسمي انك انت مكافآت تحديات روكيت ليج شغل محركاتك واجمع بعض التعزيزات واكسب المكافآت، سوف يحصل لاعبو روكيت ليج على العناصر تحمل طابع فورتنايت وذلك اثناء اكمالهم لتحديات اللامراما في روكيت ليج. وبالاضافة الى ذلك سوف يحصل لاعبون فورتنايت على عناصر تحمل طابع روكيت ليج في فورتنايت كجزء من نفس التحديات، يعني رح تاخذ تحديات هون وهون بنفس الطابع واحد، يعني واحدة بروكيت ليج وواحدة فورتنايت، يعني مشان تحس حالك انك انت اخذ جوائز من اللعبة الثانية، وهيك رح تاخذ ثلاثة هون وثلاثة هون. طيب بالنسبة للتحديات، التحديات رح يكونوا ان شاء الله خمس تحديات، انا رح اقول لك هلا على التحديات كلياتهم بشكل كامل وبعد منها احكيكم على شغلة ثانية. بالنسبة للتحديات يا شباب هن خمس تحديات، تحديات رقم اول اللي هو رح يكون تحدي الروكيت ليج. وبالنسبة للتحدي الاول من تحديات هي اللعبة يا شباب، التحدي الاول اللي حيكون انك انت تلعب مباراة على الانترنت، يعني مباراة مباشرة على الانترنت في طول الروكيت ليج، يعني انك انت لازم تلعب بروكيت ليج اي لعبة كانت اي مود كان، انا ما بعرف شو الاموات كلياتهم بشكل مباشر، لحتى تقدر انت تخلص التحدي الاول. التحدي الاول بيعطيك مكافأتين، المكافأة الاولى اللي هي بروكيت ليج اللي حتكون هوائي اللاما فلاير، والتاني مكافأة اللي هو اللي حيكون رشاش روكيت ليج بلعبة فورتنايت. هذا اول مكافأة بالنسبة للتحدي الاول. والتحدي الثاني اللي حيكون انك انت لازم تربح مباراة واحدة عبر الانترنت في وضع الكاسل مع استخدام هوائي اللاما اللي انت ربحتهم من التحدي الاول. بعد منها رح تاخذ هو هذا التحدي الثاني بعد ما تخلصه، بعد منها رح تاخذ مكافأة الروكيت ليج اللي هي افضل لاما توبر، ما بعرف شو معناها تبعات روكيت ليج. يا شباب انا تحديات روكيت ليج عم بشرح لك اياها، ولكن الجوائز ما بعرفها انا مزبوط لانه اللعبه ما لعبتها. اما بالنسبه لمكافأة فورتنايت رح تاخذ خط النفس اللي هي النزول، عباره عن نزول انت ونازل من الباص رح تاخذها. وبالنسبه للتحدي الثالث رح يكون انك انت التحدي الثالث تعمله بروكيت ليج كمان، لازم تحرز خمس اهداف او تصديات او تمريرات حاسمه في اللاما توبر.
هيك هذا هو التحدي التالي. بعد ما تخلص التحدي التالي وتخلص رح تاخذ مكافأتين، المكافأة اللي هي بروكت ليج رح تحصل على ملصق اللاما أوكتين، وبعد منها رح تاخذ فورتنايت مقطوعة موسيقية بروكت جروف اللي هي ظاهرة أمامكم على اليمين، اللي هي عبارة عن مقطوعة موسيقية أنت وباللوبي شغال. هي بالنسبة للتحدي التالي. بالنسبة للتحدي الرابع، تحدي روكت ليج لازم كمان يكون أربح 5 مباريات عبر الإنترنت في قائمة اللعب مع ملصق اللاما أوكتين. يعني بعد ما تخلص تاخذ ملصق اللاما بالتحدي الثالث لازم تحط هذا الملصق وتربح فيه 5 مباريات ورا بعض او مو ورا بعض، مهم انك تربح 5 مباريات. المكافأة اللي حتكون بروكت ليج اللي هي اطارات اللاما، اطارات مثل عجلات تبع السيارات، والمكافأة تبع فورتنايت اللي حتكون تعبيرات روكت ليج الحركية اللي هو الايموجي اللي هو بيكون بالايموت او بالرقصات يعني. بس هذا هو التحدي. وبالنسبة للتحدي الاخير، التحدي الاخير اللي حيكون كمان بلعبة روكت ليج، التحديات كلها داخل لعبة روكت ليج. التحدي بيقول لك احصل على لقب افضل لاعب في اي مباراة عبر الانترنت مع اطارات اللاما، يعني لازم تكون حاطط اطارات اللاما اللي احنا ربحناهم من تحديات الرابعين، فهيك انت لازم تاخذ افضل لاعب في اي مباراة لما تكون حاطط اطارات اللاما. مكافأة الروكت ليج هون بقى احلى مكافأة كانت بالنسبة للتحدي الخامس بلعبة روكت ليج، حافلة معركة الباتل باس وهوائي بالون المعركة واطارات حافلة المعركة وصوت محرك حافلة المعركة. حافلة المعركة اللي ما بيعرفها اللي هو الباص تبع اللعبة، لما انت تفوت بفورتنايت وتنزل من هذا الباص هذا هو باص حافلة المعركة. يعني بالتحدي الخامس لما تخلص التحدي الخاص بافضل لاعب بالنسبة لمباراة مع اطارات اللاما رح تاخذ حافلة الباتل باس اللي احنا بنلعب فيها فورتنايت بننزل فيها، وهوائي بالون المعركة، وإطارات الحافلة، وصوت محرك الحافلة. يعني مدري كم هدية، يعني نشي 4 هدايا بنفس التحدي، الموضوع حلو كتير. وبالنسبة للعبة فورتنايت رح تاخذ عنصر زينة الظهر متغير النمط، ما بعرف اني واحد منهم الصراحة، يعني لحد الان انا ما شفته بالنسبة لصورة الجوائز اللي هي يعني شرطة لعبة فورتنايت. ممكن يكون مو موجود، ممكن يكون هذا الشيء مفاجأة انا ما شفته ابدا وما عرفت اي معلومة عنه. المهم انك انت لما تخلص التحدي الخامس رح تاخذ عنصر زينة الظهر، رح تاخذ شيء خاص بعنصر زينة الظهر متغير النمط، يعني بيتغير مع الوقت ما بيضل ثابت او بتلون. بالنسبة لاستلام المكافآت رح يكون عندنا في قائمة داخل لعبة روكت ليج، هاي القائمة يا شباب الخاصة بالتحديات، رح يكون في قائمة خاصة باسم اللاما راما، هيك رح يكون اسم القائمة، رح يكون فيها الخمس تحديات، انت رح تشوف من خلالهم كيف رح تتقدم بالتحديات وشو مخلص تحدي وشو لسه صفيان عليك من خلال هاي القائمة داخل لعبة روكت ليج. وما لازم تعمل اي شيء، لازم مهم انك انت تلعب على نفس الايميل، يعني نفس الايميل اللي انا بلعب فيه مثلا اسمه نيمو يوتيوب على فورتنايت، نفس الايميل اللي حطه والعب فيه على نفس المشغل تبع ايبك جيمز. بالنسبة للمنصات التانية يا شباب اللي هي الاكس بوكس والبلاي ستيشن لازم تكونوا على نفس الايميل، يعني لا تغيروا اي ايميل، نفس الايميل اللي عم تلعبوا فيه فورتنايت نفس الايميل اللي لعبوا فيه روكت ليج، لا تغيروا مشان هذا الموضوع. طيب هلا انت شو لازم تعمل مشان الجوائز؟ الجوائز لحالها رح تجيك بشكل تلقائي، والفعالية رح تنتهي يوم 12 اكتوبر، يوم 12/10 رح تخلص هالفعالية، يعني لازم تلحق تلعب من هلا ليوم 12 اكتوبر او 12/10 لحتى تحصل الجوائز. الجوائز بتجيك بشكل اوتوماتيكي او تلقائي، ما بتعمل اي شيء، مجرد ما انك انت واصل الايميل تبعك بنفس الايميل. هيك انا بكون شرحت لكم كل شيء بالنسبة لطور اللاما راما، وشرحت لكم بالنسبة للتحديات الخاصة بلعبة روكت ليج وكل شيء، يعني ما تركت لك شيء الا ما شرحت لكم اياه بالنسبة للحفل وبالنسبة للتعاون بين روكت ليج وفورتنايت. ان شاء الله رح اكون عم بعمل بث مباشر على الفيسبوك اول ما تنزل اللعبة ونشوف التحديات ونشوف شو الوضع الجديد. لو محتاج اي شيء اكتب لي تحت بالتعليقات، ولو محتاج شيء اكتر تعال على صفحة الفيسبوك انا عامل بث مباشر واكتب لي بالتعليقات وبساعدك قد ما بقدر. فشكرا لكم يا شباب، بتمنى اكون فدتكم ببعض المعلومات. كود دعم بالاتم شوب نيمو 9 لو حابب تدعمني، وبرعاية الله.